عليكم خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير وبصحيحه جيده يا ربي. ومرحبا بكم اليوم في قناه شهيوات فاطمه بلوك. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم واحد الكيك بارد اللي كيجي لذيذ ورائع، بواحد الصلصه رائعه، ماشي صلصه، كريمه، عفوا كريمه ديال الكاكاو والحليب. وقبل ما نبداو نحضروا هذا الكيك، هذا لأول مرة غادي يشوف القناة ديالي، شاركوا خوتي لعجبتكم القناة وفعلوا زر الجرس باش يوصلكم الجديد، وما تنسوش اللايك فضلا وليس أمرا. خليكم معايا تشوفوا المقادير والطريقة ديال التحضير. خواتاتي هادو هما المقادير اللي غادي نحتاج في الكيك اللي شفتو معايا. عندي هنايا 3 ديال البيضات، وعندي هنا كاس ديال السكر سنيدة، كاس ونص ديال الحليب، وكاس ديال زيت المائدة، وعندي هنا جوج صاشيات ديال الخميرة ديال الحلوى، وصاشي ديال الفاني، وجوج صاشيات ديال الكاكاو فيهم 7 غرام، كيكون معلقه كبيره في كل صاشيه. وعندي هنايا قطع ديال الشكلاط التزيين، غادي نوضعو هنايا. بسم الله على بركه الله، غادي ناخذ هاد العناصر هادو كاملين اللي عندي هنايا، الحليب بسم الله، وغادي نوضعو في الخلاط الكهربائي. نضيف السكر سنيده والزيت والبيض، 3 ديال البيضات، ندير واحد شويه ديال المليحه كيف ما العاده، غير قريصه ديال الملحه. وغادي ناخذ هاد العناصر هادو كاملين ونخلطهم مزيان مزيان في الخلاط الكهربائي ونرجع معكم. من بعد ما خلطت الخليط ديالي كيف ما شفتوا معايا، دابا غادي نضيف هاد جوج صاشيات ديال الكاكاو، وغادي نزيد هاد الصاشي ديال الفاني. ما بقيتكمش شحال ديال الدقيق، عندي هنايا 250 غرام ديال الدقيق، دقيق الفرص. صافي غادي نعاود نخلط المره الثانيه مزيان ونرجع باش نضيف الدقيق والخميرة. بعد ما طحنت الخليط ديالي المرة الثانية، دابا غادي ناخد هاد الخليط وغادي نخويه هنا في هاد الإناء هذا. بسم الله، وغادي ناخد هاد الدقيق بسم الله، غادي نضيف نص الكمية، ونضيف الخميرة كذلك ونغربلها مع الدقيق. كبيرة عندي هنا جوج صاشيات اللي كيوزنو 7 غرام ولا 8 غرام، نخلط الخليط ديالي هكا. هنا زدت الكمية التانية ديال الدقيق، هانتوما الخليط على هاد القوام هذا، مكيكونش ثقيل وما كيكونش خفيف بزاف باش كيجينا الكيك ديالنا مهوي ورطب. انا عندي هنايا هاد المول هذا اللي دهنته بالزبده ورشيته بشويه ديال الدقيق باش نتفادى ما تلصقش ليا الكيك ديالي. بسم الله، دابا غادي نخوي الخليط. الفران راه عندي شاعل، فران سخون، غادي نقص الفران وندير الكيكه في الجهه الفوقانيه ونخليها طيب على عافيه مهيله حتى طيب ليا الكيك ديالي، ونرجع باش نحضر معكم الكريمه ديال الشوكولا ولا صوص الشوكولا باش غادي نزين هذا الكيك هذا. خوتي خواتاتي، من بعد ما خرجت الكيك ديالي من الفرن، ها هو كيف ما كتشوفوا معايا، دابا غادي نخليه هنايا يبرد وغادي ندوز نحضر معكم واحد الكريمه ديال الشوكولات اللي كتجي رائعه، الكريمه بالكاكاو والحليب كتجي رائعه. بسم الله على بركه الله، عندي هنايا نص لتر ديال الحليب، نصف لتر ديال الحليب، عندي هنا جوج معالق ديال السكر سنيده، وعندي واحد المعلقه ديال النشا، معلقه كبيره ديال النشا، وعندي جوج اكياس ديال الكاكاو المر وجوج اكياس ديال الفاني. بسم الله على بركه الله، غادي نضيف هاد جوج اكياس ديال الفانيلا اللي كيعطيونا واحد المذاق رائع لهاد الكريمه ديال الشوكولات. وغادي نضيف هاد النشا، غادي نضيف غير معلقه كبيره حيت انا هاد الكريمه هادي ما بغيتهاش تكون عاقده بزاف، حتى شويه تكون
خفيفة باش تدخل ليا في هذا الكيك وتشرب مزيان هذا الكيك، يتشرب هذه الكريمة هذه وكيجي لذيذ هذا الكيك معلك رائع. هنايا غادي نضيف هاد الساشيات ديال الكاكاو، جوج ديال الساشيات، هنا جوج معالق كبار ديال الكاكاو. بالنسبة للناس اللي كياخدو الكاكاو هكا كيشريوه هكا في القريعات، غادي نخلط هاد الخليط هذا مزيان وغادي نضيفو فوق البوطة ونخليه على عافية في الشتا، وانا كنحركها هكا حتى كتعقد ليا هاد الكريمة هادي. دابا غادي نديرو فوق البوطة، غادي نبقى نحرك هكا باش مكيلتصقش لينا هاد الخليط هذا، مايلصقش لينا ويعطي هداك يتحرك ويعطيني ديك المرورة. نبقاو هكا كنحركو حتى يغلي الخليط ديالنا. هانتوما كيفما كتشوفو هاد الكريمة ديال الشكلاط هاهي بدات كتغلي، هيا صافي غادي نطفي عليها العافية. دابا نجيب باش نزين الكيك ديالي. من بعد ما طفيت على الكريمة ديالي كيفما شفتو معايا، دابا غادي ناخد واحد الكيغدو وغادي نثقب هاد الكيك هذا كله باش يتشرب ليا هاد الكريمة هذه ديال الشوكولا. هي كنثقبو مزيان مزيان الكيكة باش كلها كيدخل فيها هاد الكريمة، وكتجي زوينة كتجينا معلكة. بسم الله. دابا غادي نخلي هاد الخليط هكا على فوق الكيك، صافي. من بعد ما وزعت هاد الكريمة ديال الشكلاط فوق الكيك ديالي كيفما كتشوفو معايا، وتقبت الكيك مزيان باش يتشرب هاد الكريمة هادي، دابا غادي ناخد هاد القطع ديال الشكلاط وغادي نحكهم هكا في هاد الحكاكة هادي، اما في هاد الجهة الرقيقة ولا في هادي الغليظة اللي بغيتو. بسم الله. غادي نحك عليها كمية لا بأس بها باش تجينا هاد الكيك هادي مشكلطة، تجي غنية بالشكلاط. الشكلاط ديالنا من الاحسن نكونو دايرينو في الثلاجه باش يعاوننا هكا في الحكان، ميبقاش يدوب لينا في يدينا، نكونو دايرينو في المجمد. هانتوما على هاد الشكل هذا غادي نعمر هاد المول كامل، غنسالي هاد الشكلاط كامل باش ما نطولش عليكم الفيديو، وندخل الكيك ديالي للثلاجه نخليه يبرد مزيان حيت هاد الكيك كيتكال بارد حتى يبرد، ونرجع معكم الشكل النهائي ان شاء الله. الشكل النهائي ديال الكيك ديالي كيف ما شفتوا معايا اخوتي كيجي رائع وبنين بنين بنين، غير جربوه بنفس الطريقه، انا متاكده غادي ينال الاعجاب ديالكم. دابا غادي نقطع معكم واحد الطريف وتشوفوا معايا. بسم الله على بركه الله. كيف ما قلت لكم هذا الكيك كيجي غنيم، هذه الكريمه ديال الكاكاو والحليب كيجي بنين بنين ومعلك ومشرب لينا داك الكريمه. كان مازال خصني نخليه شويه برد، انا مع مزروبه بغيت باش نقطع ونوريكم طريف. كل ما خليناه يبرد كل ما كيجي زوين. غادي نهز معكم طريف ونشوفوا كيفاش جا مع بعضياتنا. بسم الله. غير شوية ما شاء الله. هانتوما شوفوا، نتمنى كي يكون كيبان لكم مزيان. كيجي الكيك ما شاء الله هكا طالع، وكيجي كله غني بهذيك الكريمة ديال الكاكاو. هانتوما خوتي ما شاء الله، شوفوا كيفاش كيجي كله معلك. هانتوما كيجي يا سلام. كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم. شكرا لكم على المشاهده وعلى الكومنتات الزوينين ديالكم. نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.